من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني الأعزاء في قناتي ومن يشاهد هذا الفيديو. صديقي الحاج محمد الله يحفظه إن شاء الله ويديمه، هو ممن تعرفت عليه بطريق أبي عبد الله الحسين، في خدمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أنا قبل قليل كنت بضيافته أكثر من مرة، تواعدنا وكان اليوم اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى. تكلمنا كثيرا على مسائل كثيرة، إلا أنه أسرني بمعلومة بصراحة وددت أن تعرفوها وتعرفون يعني أسرار هذه المعلومة. تعالي بنتي، تعالي بابا، صوري لي هذا المكان، صوري لي هذا المكان. إخواني تشاهدون هذه القطعة، هذه قطعة من هذا الباب الجميل من الصاج، قد خلعت، يعني اجوا لقوها مشيولة شايلينها هذه القطعة، ثم جاءوا بركبوها عن طريق النجار الحاضر. هذه واحدة، وهذه أيضا واحدة. السبب بذلك أرجع بابا، السبب بذلك هذه القطعة قد أخذت من الباب، منا واحدة ومنا واحدة. فالبعض كانوا يتساءلون لماذا هذا الباب الجميل والأنيق أخذت منه هذه القطعة. راحوا إلى العلماء، وطبعا هذا شلون اكتشفوا الأمر، إنه العلماء الشيخ بهجت رحمة الله عليه، محمد مصباح اليزدي، علماء كثيرين من هذا الباب حصرا يدخلون، لا يدخلون من ذلك الباب ولا من بيبان متعددة، فقط من باب السلام. فتبين أنه بمكاشفة أحد العلماء أن هذا المكان قبله الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا المكان أيضا قبله الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فأخذت هذه القطعة، يعني هذه القطعة حفرت من الباب وأخذوها إلى المتحف الرضوي، وهي الآن موجودة بالمتحف الرضوي، تلك القطعة التي قبلها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا المكان عوض، جاءوا بنجار وعوض هذا المكان، ولكن هذين المكعبين الذين عرفوا أن هذا المكان قبله الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عن طريق مكاشفة أحد العلماء، هو الذي قال له أن هذا المكان قد قبله الإمام المهدي. هذه المعلومة أسرني بها الحاج، الله يحفظه إن شاء الله بحق محمد وآل محمد، ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.